الارباك الذي حصل بالعام الماضي وبالصيف الماضي بعد خطة ناجحة استحسنت من قبل المواطنين ووصلنا إلى أرقام جيدة لولا للأسف شح الغاز الذي يمر على المنظومة بين فترة وأخرى. إحنا اليوم استعداداتنا باتت كبيرة، عندنا طاقات توليدية جديدة. العام الماضي حققنا معدل استقرار حمل 24,000 ميجاوات، إحنا الآن نتحدث بشهر ب1.5، أي قبل استعدادات الصيف أو الدخول بالصيف سنصل إلى 27,000 ميجاوات، مما يعني هنالك 3,000 ميجاوات جديدة. وحدات توليدية ستدخل للعمل جديدة، وحدات توليدية كانت صيانتها معطلة الآن هي داخلة بالصيانة، ستكون جاهزة ب1.5. وأيضا ننوي أن نطلق مشروع التحول الذكي بالشبكة الكهربائية في 10 مناطق تم انتخابها بعناية. بعد فترة قصيرة سنطرح مشروع التحول الذكي الذي يستلزم نصب العدادات الذكية ومنظومة الهيس والسيطرة على الأحمال في 10 مناطق تم انتخابها، 4 في بغداد و6 بالمحافظات. سنقدم بهذه المناطق كمرحلة أولى 24 ساعة تجهيز متكامل، خدمة متكاملة لا زيادة بالأسعار. هنالك شح غاز حاليا مخسر المنظومة قرابة 4,200 ميجاوات بسبب أعمال الصيانة على الأنابيب الناقلة للغاز داخل الجمهورية الإسلامية في إيران. نتمنى أن لا تمر هذه الإرهاصات على المنظومة، خصوصا مع دخولنا ذروة الصيف. عندنا تدابير، عندنا جزء من المحطات ندى نشغلها على الوقود البديل، لكن الآن الحاجة حاكمة للغاز الإيراني. تفاهماتنا واجتماعاتنا وتواصلنا مستمر معهم لأن لا تمر هذه الأزمة في فصل الصيف. وضوع الديون وصير إلى أن يكون هنالك اتفاقات حكومية أشرف عليها السيد رئيس الوزراء، كلف TBI، كلف الوزارة الخارجية، أيضا كلف البنوك العالمية، ومن ثم لحل الديون أو حل سداد المستحقات بما توصلت إليه الحكومة بمقاصة النفط الأسود بالغاز أو تبادل النفط الأسود بالغاز. هذا بصراحة نراه حل استراتيجي ومهم يضمن وصول الغاز إن شاء الله ما مرت مشاكل على المنظومة. أؤكد مرة أخرى جزء من محطاتنا يعمل على الغاز المورد، إن استقرت إطلاقاته سنقدم صيف قبالة ما قدمناه من ناجح بالعام بالصيف الماضي، سنقدم صيف أحسن. لا سمح الله إن طرأت مشكلة الغاز، أتمنى أن لا تمر إن شاء الله.